أحد رجال الأمن نشر صورة على صفحته الشخصية وكتب عليها: لقد أوقفت السيارة لوجود امرأة كبيرة في السن في الصندوق الخلفي المكشوف وهذا مخالف، لكن تفاجأت بأن السيارة جلس فيها من الأمام الابن وزوجته وأبنائه ومن الخلف تجلس والدته. قال: أقسم بالله ما كان يعنيني القانون والنظام من أوقفت السيارة بقدر ما تأثرت وبكيت على هذه الأم اللي يبين عليها التعب والهم والحزن، أم اللي حملتها ببطنها وربتها وعلمتها وسهرت الليالي يرميها خلف السيارة ويخليها في الصندوق الخلفي. لو كانت هذه أمك كيف تتصرف؟ أترك لكم التعليق. تحياتي. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربي ارحمهما كما